فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان بالمسجد رجل مسافر وقد صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ثم نام، فدخل عليه وقت العشاء، فماذا يصنع إذا صلى الناس العشاء؟ هل يجب عليه أن يخرج خارج المسجد أم يجوز له البقاء بدون صلاة؟ صلي معهم، إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلي معهم، تكون نافلة له. نعم.